امبارح كان عندنا مع النجم الكبير كابتن عماد النحاس حلقه هامه جدا الحقيقه، امتدت لغايه الساعات الاولى من صباح الامس او صباح اليوم الحقيقه، قعدت لغايه الساعه 2 الصبح تقريبا. الحقيقه حلقه كانت ممتعه جدا والكل اشاد بالحلقه، وعماد الحقيقه اتكلم بمنتهى الاحترام كالعاده. ولكن كابتن علاء عبد الغني في احدى في انترفيو بنعمله مع كابتن علاء عبد الغني وكابتن والمهندس محمد عادل، فكابتن علاء عبد الغني قال مجموعه من المواقف اللي حصلت ما بينه وما بين الكابتن عماد، وحكى كده موقف على موضوع طيب، وقال ان حصل ان في احد المباريات الاهلي بيلعب الزمالك، فعلاء عبد الغني رايح لاحمد غانم سلطان بيقول له انت ما مسكتش ابو تريكه ليه؟ قال له بس اصبر شويه لغايه لما نشوف الطياره بتاعت ابو تريكه. احنا ذنبنا ايه؟ الموضوع بالنسبه لنا ايه؟ الموضوع بالنسبة لنا، أنا كنت جاي أتكلم مع كابتن عماد النحاس، مع إيه اللي حصل إن علاء عبد الغني اتكلم كلمتين في موقف من المواقف وشرح حاجة حصلت هو شايفها. بالمناسبة علاء عبد الغني لاعب في نادي الزمالك، علاء عبد الغني لاعب في نادي الزمالك، وواحد من اللاعبين المحترمين الكويسين اللي عمرنا ما سمعنا إن هو عمل مشكلة، عمرنا ما شفناه عمل مشكلة أثناء ما كان بيلعب بقوة وبرجولة حضراتكم فاكرين. فالحقيقه انا فوجئت النهارده طول النهار الناس عماله تقول لك ايه، طبعا من لا يشجع النادي الاهلي هو اللي بيعمل كده، او هو اللي عامل الموضوع ده، او بعض من لا يشجع النادي الاهلي، على طول عاطف بيلحقني البعض. بعض من لا يشجع النادي الاهلي عاملين قصه من لا قصه. قصه من لا قصه، حد بيحكي موقف ويا ريته كان بيلعب في الاهلي، هو ما بيلعبش في الاهلي بالمناسبه. يعني علاء ما بيلعبش في الاهلي في الوقت ده، علاء كان بيلعب في الزمالك. وقال موقف حصل ما بين اتنين لعيبه في الزمالك. احنا مالناش علاقه. طلع البعض وقال لك اصله اثاره يا جماعه اثاره فتن ايه؟ وانتوا ماسكين ليه للنادي الاهلي على كل شيء؟ كل كلمه بنقولها تلاقي كل واحد طلع يقول لك اصله بصوا اسلام قال كذا، فلان قال كذا، برنامج الخط احمر قال كذا، برنامج ملك وكتابه قال كذا، برنامج الاهلي الليله قال كذا. طيب يا جماعه احنا كل الموجودين هنا الحمد لله بيتكلموا بمنتهى الاحترام والادب على كل حاجه، من الممكن جدا ان ننتقد بعض الامور، ولكن بننتقد باسلوب النادي الاهلي وبطريقه النادي الاهلي وبرقي النادي الاهلي. هو ده اللي احنا دايما بنقوله، وهو ده اللي احنا دايما الخط اللي هنفضل ماشيين بيه. لكن حد عمل انترفيو في لقاء مدته 3 ساعات، عماد لقاء كان امبارح للي اتفرج على برنامج سهره معه، 3 ساعات عماد اتكلم في كل ما يخص كره القدم، في ذكرياته وماذا حدث في الاسماعيلي وماذا حدث في النادي الاهلي وماذا حدث في اسوان وماذا كل حاجه، اتكلم في كل حاجه. فعاملين انترفيو مع المشرف العام على كرة القدم في النادي المقاولين المهندس محمد عادل، وعاملين انترفيو مع كابتن علاء عبد الغني المدرب العام للنادي المقاولين العرب. علاء قال كلمتين ما يخصناش في حاجة. موقف حصل ما بينه كلاعب في نادي الزمالك وما بين لاعب آخر كابتن أحمد غانم سلطان، من الناس المحترمة جدا أحمد. فحاجة ما تخصناش، قال لك أصل بتعمل والموضوع وقناة الأهلي، مالها قناة الأهلي يا جماعة؟ مالها قناة الأهلي؟ هو عموما كل الأمور اللي بتحصل دي بتسعدني جدا 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 جدا، بتسعدني الأشياء كثيرة. أولها إن قد إيه إن برامج قناة النادي الأهلي، كل برامج قناة النادي الأهلي قد إيه هي مؤثرة، ومؤثرة بشكل كبير جدا على الجمهور المصري، كل جمهور النادي الأهلي ومن لا يشجع النادي الأهلي. ده بالنسبة لي شيء جيد جدا، أنا كراجل بشتغل في هذه القناة وفخور بأن أنا بشتغل في هذه القناة وسعيد أن أنا أشتغل في هذه القناة.